رجعنا لكم مرة تانية في استوديو كلام البنات. في الفترة الأخيرة بقينا بنشوف بنات كتير جدا بتهتم وبتشجع كرة القدم بحماس وشغف كبير قوي. يمكن الموضوع مش مقتصر على الأهلي والزمالك بس على فكرة، لا دول يعني كمان متابعات بشكل كبير جدا للكرة العالمية والدوريات الكبيرة في العالم. دلوقتي هنعرف منهم سر عشقهم لكرة القدم وإزاي بقوا مجانين كرة كده، وهل فعلا الموضوع تشجيع ولا انتماء بجد ولا مجرد موضة يعني هتروح لحالها بعد شوية، ممكن نلاقي حاجة تانية نحبها أكتر. يعني هنشوف الموضوع ده مع ضيفاتي. معايا أماني سليمان، إزيك يا أماني؟ عاملة إيه؟ ومعايا هوليا الشتاوي، إزيك يا هوليا؟ إزيك. التيشيرتات الحلوة دي والله لو كنت أعرف إن أنتوا كده كنت جيت أنا منتخب مصر النهاردة. مش تقولوا طيب إن أنتوا جايين بتيشيرتات قمر برضو أكيد. ربنا يخليكي حبيبة قلبي. لا كان لازم تقولوا لي على فكرة. كنت هخش أغير وألبس رياضة عادي جدا. ممكن في النهائي بقى. في النهائي صح. اوكي طيب انا عايزه اعرف، طبعا دي ميسي، انت لابسه اماني، لابسه برشلونه. برشلونه طبعا يا ولد. برشلونه. هوليا انت لابسه طبعا ليفربول، محمد صلاح طبعا. ليفربول طبعا اكيد. يا جماعه هو تشجيع البنات للكوره بقاله كذا سنه، بقينا بنشوف البنات تتجمع في الماتشات المهمه والاهلي والزمالك والحاجات دي، بس طبعا انتوا عديتوا المراحل دي، بس يعني بنشوفهم بيشجعوا، هل دي موضه ولا انتماء؟ والله يعني بالنسبة لموضوع يعني كمصر أو كده، أكيد كل حد فينا بيكون برضو بيشجع فريق محلي، ده أكيد. ف حسب المنطقة أو حسب أهله أو هو متعود على إيه أو كده، فطبيعي هي وراثة على فكرة. الفريق الكورة ده بيبقى وراثة. أنا بالنسبة لي وراثة بصراحة. يعني من وأنا تقريبا عندي 5 سنين أنا طالعة إن أهلي أي ماتش أي مباراة كبيرة يعني بيبقى في العيلة كلها بتتجمع، وبيبقى في بقى مراهنات يعني في في قلق، في قلق يوم الماتش ده قلق. بالظبط بالظبط. فالموضوع لا يعني كل انتماء. انتماء طبعا. انت شايفه ايه يا هوليا؟ انا انتماء برضو. اهلي طبعا. انت اهلي؟ لا انا اهلي هم اللي ايوه بتشجعني. انت طب ايه فريقك المحلي مين؟ انا الفريق المحلي هو ينفع ما اقولش؟ لا بذمتك قولي مين هيزعل منك. لا هو في ناس كتير هتزعل، الجمهور الفانز هيزعلوا مني. يعني بس انا اهلاويه. اهلاويه جدا. طب ما الاهلي حلو والزمالك حلو. انت يا اماني؟ انا اهلاويه برغم ان كل يعني انا من اسماعيليه اصلا، فكل الناس بتشجع الاسماعيلي وكده كلهم هيزعلوا مني فعلا. لا بس انا اهلاويه غصب عني. الاهلاويه بيحبوا الاهلاويه دايما بيشجعوا. لا يعني قصدي الاسماعيلي. هو الاسماعيلي طبعا. الاسماعيلي في انتماء فظيع جدا. فريق قوي. فريق قوي طول عمره. لا وانا ما اقدرش انكر ان هو تاريخ كبير جدا وكده، بس غصب عنك بيكون في حاجه بتحبيها يعني. دي كوره، دي كوره في الاخر يعني. بالظبط. طبعا احنا عارفين ان ليفربول من الفرق اللي اتجمع عليهم المصريين ان هو هيشجعوه عشان محمد صلاح. انت بتشجعيه يا اماني؟ اكيد محمد صلاح في اي حاجه بنحبه. المصريين كلها بتشجع محمد صلاح في اي حته. طبعا ده اي حته بيدعموه. بس انت اصلا بتحبي ليفربول عشان انا بحب ليفربول من قبل اصلا محمد صلاح ما يروح ليفربول. اساسا. طب انت ازاي انتقل شغفك بحبك للكوره المحليه بقى للكوره العالميه؟ بصي احنا يعني انا من وانا صغيره جدا البيت بيتفرجوا على كاس العالم دايما. فسنه 94 نرجع ورا شويه. شويه قوي. شويه كتير يعني. كان في كاس العالم كان النهائي فيه البرازيل وايطاليا. تمام. فايطاليا كان في لعيب زمان مشهور قوي اسمه روبرتو باجيو، كان بيعمل ديل حصان وانا دايما بعمل شعري ديل حصان، فكنت بحبه جدا جدا يعني. وقاعده بقى في الماتش مستنيه ايطاليا تكسب، بس للاسف هي خسرت ضربات جزاء، والسبب ان ضيع البنالتي روبرتو باجيو كمان. بس ده قعدت اعيط بقى وانهارت والكلام ده، بس ده خلاني يعني بعد كده دايما اي كاس عالم اساسي هتفرج وكده. ولما كبرت بقى شويه بدات احس طب اللعيبه اللي بتلعب في كاس العالم دي عايز اعرف بتلعب في انديه ايه. يعني انت بونيتيل كان سبب، كان بونيتيل اساسي. كان هو سبب تشجيعك للكره العالميه. بالظبط. لانه حاجه برضو يعني حاساها قريبه مني. طب انا عايز اقول لكم، انا زمان كان في لاعب اسمه توماس برولن. فاكرينه؟ كنت بحب اشجع الفريق بتاعه عشان هو كان لون شعره حلو قوي. شفتي؟ كلنا اغلب الفرق انا بحب اشجعها عشان خاطر اللعيبه بتاعتها. مش كده بتقولي البنات هيفضلوا بنات طول عمرها غصب عننا في حته كده لازم شعر واصلها لطيفه. بالظبط. بتقولي ايه يا هوليا؟ انا بقول لك اغلب الفرق انا بحب اشجعها عشان اللعيبه بتاعتها بصراحه. مش كده؟ تحسي الستايل بتاع اللعيبه عامل ازاي؟ لا بحب، لا بصراحه انا بحب الفريق اللي كورته حلوه. طب مين لو اخترنا ملك جمال الدوري الانجليزي؟ بصي بقى نرجع ورا شويه برضو، ديفيد بيكهام.
ديفيد بيكهام طبعا صح. او شاكيري دلوقتي ممكن، بس انا بالنسبه لي ديفيد بيكهام طبعا يعني انا معاكي في ديفيد بيكهام عشان انا دلوقتي يعني مش متابعه قوي، فهو ديفيد بيكهام طبعا كان هو الوجه الاعلاني بالظبط. كريستيانو رونالدو طبعا يا جماعه ولا ايه؟ وكريستيانو رونالدو صح يعني. انا بقى هتحفظ على الموضوع ده شويه. كريستيانو رونالدو العدو اللدود بتاع، هو طبعا لعيب عالمي بس يعني مشاكل بقى دوري ابطال اوروبا بقى باين عليكي بتاع التعصب ومشاكل والحاجات دي، وهتستني رونالدو بره والحاجات دي. لا خلاص هو عامه مشي من ريال مدريد فخلاص تمام يعني مفيش مشاكل. هو انا مسميه دوري ابطال اوروبا مسميه دوري ابطال رونالدو لان هو عامل 124 هدف في دوري ابطال اوروبا. دوريات كلها في تاريخه طبعا، تاريخه في تاريخه مش في فان هو لا هو قوي جدا، هو طبعا انجاز رهيب يعني انجاز ساحق. لا هو فعلا. طب انت لو محمد صلاح، في كلام واقاويل بتقول ان محمد صلاح احتمال يروح ريال مدريد، ولما سئل عن الموضوع ده قال يعني نتكلم في شهر 6. لو راح ريال مدريد هتعملي ايه؟ هتفضلي بتشجعي ليفربول؟ مبدئيا بعد انتقال زين الدين زيدان ريال مدريد هو هيبقى محتاج صفقات جديده، وكان في اقاويل من قبل زين الدين زيدان ما يسيب ريال مدريد ان هو كان بيتكلم ان هو عايز محمد صلاح. فبعد محمد صلاح ما يروح ريال مدريد انا طبعا هشجع ليفربول لان انا بحب ليفربول اصلا من قبل زي ما قلت لك مع محمد صلاح. بس طبعا انا بشجع محمد صلاح في اي حته، بس انا كده كده فريقي يعني الفريق اللي انا بحبه ليفربول. طب لو رتبنا كده الماتشات، مين الفرق المميزه او المفضله ليكم في الدوري الخمسه الكبيره؟ تمام. انا بالنسبه لي في الدوري الانجليزي اكيد انا بحب محمد صلاح والله وليفربول وكل حاجه، بس مفيش انا لا الموضوع قلب اللي هو يعني انا مش عايزه حد يزعل يعني. بس لو انا بحب مانشستر سيتي مش صلاح تبقي لا يعني انا بالنسبه للدوري الانجليزي بحب مانشستر سيتي. انا ليفربول. ده الاول. بتحبي مين في مانشستر سيتي؟ اجويرو لعيب ارجنتيني دلوقتي هو هداف الدوري الانجليزي. بالظبط ماشي. انت تفتكري طب ممكن يكون في منافسه بينه وبين صلاح؟ يعني ممكن صلاح يقدر ياخد منه اللقب؟ والله انا نفسي محمد صلاح يحقق كل حاجه حلوه والله ويكسب كل حاجه هو لوحده يعني. شكلك مش مقنع. لا حاولي تصدقيني. لا انا بحبه فعلا والله يعني انا حتى دايما بقول انا بحب محمد صلاح يعني. جوارديولا عمل جامب كبيره جدا وفرق معاه بشكل كبير قوي. جوارديولا كان بيدرب برشلونه اصلا سو انا عندي حب لجوارديولا طبعا يعني جدا جدا جدا. ف مانشستر سيتي بقى ربنا معاهم برده يعني. طب وانت يا هوليا قولي لي مين فريقك المفضل في الدوريات الخمسه الكبيره؟ ليفربول. وفي حاجه تانية بالتدريج يعني مثلا هو في الدوري الانجليزي فرنسا ايطاليا اسبانيا. هو في الدوري الانجليزي ليفربول، في الدوري الايطالي اليوفنتوس، في الدوري الالماني بايرن ميونخ بحبه جدا طبعا. بايرن ميونخ ده الماني. بالظبط. في الدوري الفرنسي. مين الحريفه يعني؟ مين بجد اللي بيلعبوا كره بتكنيك وحريفه بجد؟ لانه في فرق بين مودريتش. التكنيك وفين في فرق بين اللعيبه موهوبه بجد؟ انا من وجهه نظري مودريتش. انا بصي هقول لك حاجه، انا بحس ان كل منطقه ليها ستايل بالزبط. معين يعني مثلا اسبانيا مهاريين قوي فانا عشان كده بحب برشلونه عشان لعب مهاري. المانيا لعب ناشف، لعب اسمهم حتى البدنيين عندهم قوه بدنيه قويه، اسمهم الماكينات الالمانيه بالزبط. عندهم قوه وتكنيك صح. بس انا بقى اماني لو بتساليني بتفضلي ايه، انا بحب المهاره اكتر يعني. تحبي يا جماعه شايفين البنات اقعد انا اتكلم بقى كده مع فما اولاد بس بيشجعوا. لا طبعا احنا ما بقاش في فرق، احنا ما بقى ما فيش فرق بين البنات والولاد، هم بيشجعوا واحنا بنشجع، هم بيفهموا واحنا بنفهم. اصل يعني عارفه انت تقعدي لو انت بس قعدتي تتكلمي كده وفتحتي موضوع الكوره دي وانت قلتي المعلومات دي انت ممكن يعني يطلع ورقه وقلم ويكتب. البنات مكتسحه يا جماعه. احنا بقينا بنفهم اكتر من اي حد صح ولا لا؟ لا انا شايفه كده الحمد لله. طب خلاص بما ان انتوا بقيتوا بتفهموا بجد في اللعبه، متوقعه مين هيفوز بدوري ابطال اوروبا؟ انا من وجهه نظري مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بتضم نجوم كبار، بتنافس على الدوري الانجليزي ضد ليفربول. فريق قوي، فريق قوي. امبارح على فكره مانشستر سيتي كسب شالكه 7-0. 7-0 7 10 لا فعلا 7. فكان فعلا صبعيه نظيفه. انا عجبني الماتش جدا مع اني كنت بتفرج على اليوفنتوس، بس فعلا كنت متابعه الماتش. لا انا انبهرت
بالفوز مانشستر سيتي، عشان كده يعني من وجهه نظري بقول ان هي ممكن تاخدها السنه دي. عشان هي كسبت 7 ولا عشان كانوا بيلعبوا كده؟ عشان هو فريق زي ما قلت لك بيضم نجوم كبار، فريق قوي بدنيا، فريق بينافس على الدوري الانجليزي ضد ليفربول. ف بما اني انا بشجع ليفربول بس انا يعني طب تفتكري هيكسب ليفربول؟ تفتكري ممكن يعملها يعني؟ ان شاء الله. ان شاء الله. لا بلاش ان شاء الله، طول ما محمد صلاح موجود فيه بس. يعني انا اتمنى الفوز يعني لليفربول زي ما قلت لك، بس يعني توقعاتي من وجهه نظري السنه دي ممكن. بس اماني يوفنتوس برضو امبارح عمل ريمونتادا، انا كنت بتفرج بصراحه على ماتش يوفنتوس، وكسب ريال مدريد في الاخر. 3 فعلا. اتلتيكو مدريد، سوري. اتلتيكو مدريد. بصي انا عن نفسي بصراحه كنت اتفرج امبارح على الماتش، الماتش حلو جدا. هو المصريين كلها كانت لا يعني امبارح كانت يعني الناس كلها هيوقع على فكره. انا حسيت ان في نهائي امبارح سوري كانت فاضيه. لا بس هو فعلا كان ماتش قوي جدا بصراحه يعني، وانا يوفنتوس فريق قوي جدا ومحترم جدا وكبير برده يعني. انا برده في الدوري الايطالي بالنسبه لي يوفنتوس احسن فريق يعني. طب تفتكروا ليون ممكن يعمل ريمونتادا النهارده على برشلونه ولا لا؟ لا لا ما اعتقدش. لا ليه؟ مش جاهز، بيهز وكل حاجه، بس اعتقد ان فريق برشلونه فريق قوي. و ربنا يخليك. لا يعني انا بتكلم على ماتش النهارده. هو بصي، هو انا من وجهه نظري برضو المباريتين النهارده صعبين جدا، انا مش هبقى ليا اي توقعات، لان انا بيبقى التوقع في الاخر بيبقى خارج توقعات. المكسب ممكن الاجوان تكون النهارده. مين اللي يحرز الاهداف؟ مين اللي ممكن يحرز الاهداف في برشلونه؟ في برشلونه او في ميسي. يعني ده زي كريستيانو، عندنا ناس كتير في ناس كتير بس زي برضو امبارح. انا كان في يوفنتوس ماتش امبارح كنت برضو بقول ان ممكن ديبالا ممكن يدخل طبعًا جول طبعًا، لان فعلا كان بيلعب كويس جدا، كان خط الهجوم في يوفنتوس كان قوي جدا. بس انا قلت من وجهه نظري ديبالا، بس لقيت ان السوبر هاتريك كريستيانو رونالدو يعني. لا هاتريك، فكان ماتش كويس جدا. لا هو هاتريك مش هاتريك بس. بالظبط بالظبط، متابعه. لا هاتريك مش سوبر هاتريك. ايوه انت صححتيه. لا الهاتريك هو بالظبط. طب تفتكروا، مش عارفه ليه في بعض الناس بتقول انه ميسي، وهوجه لك بقى انت سؤال عشان انت لابسه التيشيرت الخاصه بالموضوع برشلونه وميسي وكل حاجه. في ناس بتقول انه ميسي انطفى بعد ما رونالدو انتقل من ريال مدريد. بصي انا هقول لك حاجه، مفيش شك ان ريال مدريد وقع جدا بعد ما كريستيانو مشي، دي حقيقه وكل الناس ما تقدرش تنكرها، حتى مشجعين ريال مدريد يعني المتعصبين جدا عارفين ان في جاب كبيره حصلت او مشكله كبيره حصلت بعد ما كريستيانو. الجاب دي حصلت بعد ما زيدان وكريستيانو مشوا؟ طبعا الاثنين. ولا لا الاثنين وكريستيانو مؤثر بصراحه. كريستيانو بغض النظر عن ان انا بحب ميسي، بس كريستيانو فعلا لعيب مهم جدا يعني، من اهم اللعيبه اللي عدت في تاريخ الكوره كله بصراحه يعني، بدنيا وبصراحه الواحد. طب ولو زيدان رجع مثلا، نفترض ان زيدان رجع، هو رجع خلاص هيحتاج لاين اب يعني، هيحتاج لعيبه غير اللي موجودين، قوي هيحتاج ناس جديده. ده رايي بس بايه؟ قلت ايه؟ لاين اب بريز ماشي، بس انت عارفه ان بريز تلاقيش ما تلاقيش شويه. لا نجوى انت ابهرتيني بصراحه بجد. نجوى طول النهار قاعده قدام التلفزيون تتفرج على الكوره. هو كل البنات بقت بتشجع كوره، كل الناس بقت كل يعني نسبه كبيره. انتوا بنات شاطره جدا في الكوره بصراحه، والاطفال يعني انا عندي اطفال بلاي ستيشن حافظين اللعيبه كلها. انا بلعب بلاي ستيشن برضه الحقيقه. بجد؟ طبعا. لا ده انت زوجها، هتبقي زوجها يعني جاهزه كوره عالميه محليه بلاي ستيشن. انا والله لسه مشيره امبارح بوست على الفيسبوك ان اي واحده بتفهم في الكوره دي تبقى زوجها. صعيبه لنفسي تقريبا. لا مش هينزل البيت، بعمل ماركتنج لنفسي. تقعدوا يخلص المحلي تخشوا على الدولي. بالظبط كده. او هو قاعدين متخانقين يلا نلعب ماتش بلاي ستيشن هنغير المود. افرضي اخترتوا واحد يا جماعه طلع بقى من حظك يا هوليا واحد ما ملوش في الكوره خالص، مين ده هيفرق بقى معاكي الموضوع ده؟ هتتجوزيه مين ايه؟ فهمت سؤالك. لا هعلمه. دي ناويه اتاثر. لا انا مش انا مش هينفع بصراحه من الاول، مش هينفع. احنا عندنا واحده حاولت بس فشلت، عندنا نجوى حاولت بس فشلت. لا انا هعلمه اصلا، انا فرفوشه يعني، انا بطبيعتي فرفوشه. شفتي بتوع كوره والله يا جماعه بيحبوا الفرفوشه. ونروح استاد ونتفرج على الماتش في الاستاد. وانا بحب كده ان الدوري ده. دي احلى خروجه بقى. طب ايه رايك؟ انا رحت الاستاد كتير. انا رحت كتير جدا. وانا برضو جدا. لا والله خروجه جميله جدا. الاطفال بقى معاكي كمان. عيله لطيفه قوي. العيله كلها يعني. شاكيرا كانت بتروح اكيد تتفرح في
وجورجينا امبارح كانت موجوده برضه وعيطت وعملت كل الناس تعيط. ما كنتش عايزاها تعيط والله. عايزه اقول لك ان الفيسبوك كله او السوشيال ميديا كلها بتتكلم على مرات كريستيانو رونالدو. أيوة. يعني هي عملت ضجه بصراحه. هي زي القمر هي على طول يعني. بس امبارح كان في حلاوه جدا او هي بتعيط بقى. اثرت فينا جامد. هي اثرت في الناس كلها بجد. اثرت في الرجاله كلهم. ترند عملت ترند امبارح. فعلا. طيب كنت بقول لكم ايه بقى. بقول لكم دلوقتي انت كمان هتحاولي تاثري على زوج المستقبل لو هو ملوش في الكوره. انا مش هينفع اتجوز واحد ملوش في الكوره اصلا بصراحه. طب هتكسبي ثواب؟ لا مش هكسب ثواب يعني. مش هينفع لان هيبقى مفيش كومن ثينجز كده. خلاص انت طيرتي منك على فكره. ممكن يكون عريس دلوقتي كان بيفكر في ان هو يرتبط بيكي. معلش بنعتذر للعريس والله على الهوا بس مش هينفع. اي حد بيشجع كوره هي. طيب انت بتشجعي برشلونه ليه؟ عشان ميسي ولا انت من زمان؟ برضه من زمان. انا قلت لك من شويه كده انا بحب اللعب المهاري يعني. انا بحب فكره ان يبقى في مهارات يبقى في كره كده حلوه يعني. عايزه اتفرج على كره حلوه ما بقى يعني. مش بفضل قوي الكره اللي فيها يعني مذاكره قوي او تكنيك اكتر او قوه اكتر. لا ايوه اللي هو 1 2 3 زي المانيا كده. 1 2 3 يعني ده مش بفضله قوي. روبوت. لا مش بفضل. المنتخبات عايزين نروح للمنتخبات. مين المنتخبات اللي انتوا لما بيبقى فيه ماتشات طبعا بتقعدوا تتفرجوا عليها وتشجعوها؟ تمام. انا بالنسبه لي طبعا اكيد الارجنتين. بس مش عشان ميسي بس والله. بس انا يعني برضو نفس ولا عشان مارادونا بقى عشان كان بينتمي لمارادونا طبعا. البرازيل برضو. والبرازيل لعبه مهاري برضو بحب قوي. وفي برضو ايطاليا يعني. احنا خسرنا ايطاليا في كاس العالم اللي فات بصراحه يعني. وعدم وجود ايطاليا في كاس عالم دي كانت كارثه. باينمار لما راح كنت لو بنتكلم على المنتخبات. باينمار لما راح باريس سان جيرمان بيقولوا ان هو اتطفى جدا بعد ما ساب ابن العقل. الابن العقل ابن برشلونه. طب ليه؟ ما هو طبيعي انه اي لعيب كوره ممكن يجي له فتره تكون مش يعني مش هي الاحسن. بصي هو في مشواره يعني. هو من وجهه نظري ان هو عايز يبقى نجم كبير يعني. كان شايف ان ميسي لا ممكن كان شايف مش شرط والله موضوع الفلوس. بعدين نجمة بلاش يعني الضغينة دي. أنا ايه يختار؟ أنا عايز أسألك سؤال. ما يختار الفلوس ايه المشكلة؟ انا عايز اسألك سؤال. طب هل لو محمد صلاح انتقل للريال مدريد هل ليفربول ومشجعي ليفربول هتكره محمد صلاح؟ اكيد لا. لا طبعا. مشجعين ليفربول اللي مش مصريين في الاغلب هيتضايقوا. لكن المصريين بيحبوا محمد صلاح في كل حاجه. انا شايفه كده. انا حاسه ان مستوى محمد صلاح هيتحسن اكتر وهي يعني هو طبيعي ان اي لعيب كوره يجي في وقت في مشواره يعني يهدى شويه. طبعا وده طبيعي. هو مش معقول هيفضل طول الوقت هو في احسن حالاته. بصي انا هقول لك حاجه يعني. مثلا كريستيانو وميسي مش مفروض احسن لاعبين مثلا في العالم او كده؟ الاثنين معهمش كاس العالم. مثلا الحظ برده بيلعب يعني. في حظ برده شويه يعني. احنا بالنسبه لنا اقوى لاعبين واكتر اثنين بنحبهم. صح صح. بس الاثنين معهمش كاس عالم. بالظبط. وعايزه اقول لك على حاجه انه محمد صلاح بيشجع برشلونه. يعني هو كان قال لهم بصراحه المعروض عليه ان هو ينتقل فيه. فيعني لا طبعا اعتقد هو في كلام عامل شغل كويس جدا ريال مدريد. هو في كلام ان هو ممكن يروح ريال مدريد مع زين زيدان. بس فاعتقد ان مستوى محمد صلاح هو اصلا مستوى دلوقتي هو طبعا الكلام على ريال مدريد هو سواء الاحتراف ملوش يعني ملوش وطن يعني. ما بيلتمس ما بيلمسش المشاعر. ده احتراف. فالاحتراف هنا بنتكلم في عقود وانا هقدم ايه للفريق والفريق ده هيقدم لي ايه. ده بيبقى اكتر بالقلب قوي يعني. هي الناس اللي بتشجع طبعا هي اللي يعني غصب عنك. انا مثلا بحب برشلونه ليه يعني مش عارفه ليه من زمان ايه السبب. حبيت طريقه لعبهم. فدي حاجه بتبقى قلب قوي. مش هقدر يعني مش حاجه تكنيك 100%. لا ده دي حقيقه فعلا بجد. المشجعين دايما هم اللي بيبقوا لما بيكونوا كمان جوه الملعب وبيشجعوا هم اللي بيبقوا جزء كبير جدا من نجاح الفريق يعني. انا شخصيتي انا بحب ليفربول عشان شخصيه يورجن كلوب في الملعب. شخصيته بتظهر على اللعيبه. المدرب يورجن كلوب. بحب ليفربول من زمان بصراحه. بس انا بحب اكتر طريقه لعب كل اللعيبه في الملعب يعني. شخصيه المدرب بتبان على اللعيبه في الملعب. بالظبط. بتفرق جدا انه ازاي المدرب بيحضر اللعيب بتاعه علشان ينزل. اخر سؤال بقى. تفتكروا ان هازارد هيفرق لما يروح ريال مدريد مثلا؟ اكيد. هو ولا صلاح؟ لان طبعا يعني تفتكروا صلاح افضل في ريال مدريد وسط اللعيبه في ريال مدريد والتكنيك صلاح اصلا يروحوا ريال مدريد؟ انا ما اعتقدش. انا استصعب موضوع ان هما الاثنين نجوم. لا مش هما الاثنين. انت شايفه انه مين اللي هو في اقاويل عليهم الاثنين يروحوا هما الاثنين؟ انا ما اعتقدش. انا بصراحه
من وجهه نظري مش عشان حاجه والله، بس انا بفضل هازارد في مدريد هيفيد ريال مدريد اكتر، يفضل في ليفربول. ده وجهه نظري والله. انا شايفه ان هو صلاح يفضل في ليفربول. انا كمان برضو. احنا كده اتفقنا. ما تخافيش، انا كمان قوليها بقلب جامد. ولا لا، انا من رايي ان صلاح هيفرق مع زين الدين زيدان. يعني صلاح لما يروح وانا برضو معاك فعلا هيفرق. انا معايا هيفرق. انا معاكي برضو على فكره، لانه طبعا نادي زين الدين زيدان يعني بس هو نجم ليفربول، مدرب رائع، يعني مدرب واخد ثلاث مرات رائع. واكيد هو وصلاح هيعملوا مع بعض هارموني، هتبان اكيد في الملعب بشكل كبير جدا. بالظبط. بشكركم يا بنات، ميرسي جدا جدا ليكم. ميسي اماني، اماني ميسي بقى. اوكي بالظبط. وهوليا ايه اسميكي؟ هوليا. انا هوليا صلاح. هوليا صلاح، برافو. هوليا صلاح. هوليا صلاح. بشكركم جدا جدا على وجودكم معانا النهارده. ميرسي. ومشاهدينا، ختامها مسك. بنات حلوه جميله وبتفهم في الكوره على فكره. نشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد وحلقه جديده من كلام البنات. استنونا.